القيود المفروضة على حجم المواد السائلة والمواد الهلامية على ترحيل الأمتعة في المطارات باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على المسافرين بعد أحداث 11 من سبتمبر، ولكن قد نكون قادرين من جديد على وضع غنينات المياه الكبيرة ومعجون الأسنان في حقائب اليد عند صعودنا إلى الطائرة. شركة كوبالت لايت سيستمز البريطانية طورت مسحاً ضوئياً اسمه إنسايت 100، يستخدم ضوء الليزر لتحليل المواد السائلة ومعرفة مكوناتها في 5 ثواني وهي داخل الزجاجة، حتى لو لم تكن هذه الزجاجة شفافة. الماسح الضوئي يتم اختباره حالياً في 65 مطاراً أوروبياً. بعد 5 ثواني إما نتلقى إنذاراً وإما لا. إذا كان هناك إنذار، الضوء الأحمر سيخبرنا بطبيعة الخطر. إذا لم يكن هناك إنذار، سيفتح الباب. الضوء سيكون أخضراً على الشاشة، ويمكن إرجاع القنين إلى المسافر. وما يحدث في الواقع هو أننا نسلط الليزر على الزجاج لتحليل ما يمكن مقارنته بمكتبة كاملة من المواد الخطرة. في الماضي كانت هناك محاولات أخرى لتطوير ماسح ضوئي خاص بالسوائل، ولكن جهاز إنسايت 100 لديه معدل إنذار كاذب لا يتجاوز نسبة 0.5%، ويمكن تطبيقه على زجاجات تسع 3 لترات من السوائل. بفضل هذه التقنية يمكننا اختراق الحواجز سواء كانت من البلاستيك أو من الزجاج أو الزجاج الملون، ويمكننا رؤية ما يوجد داخل الزجاجات دون الحاجة إلى فتحها. قائمة السوائل التي يحويها هذا الجهاز يمكن تحيينها بشكل مستمر حسب التهديدات الأمنية التي يتم تشخيصها حديثاً.